الثانية صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر، والبداية من التطورات في فلسطين. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للطائرات الإسرائيلية على مخيم مدينة جنين في الضفة الغربية. وتدور الآن اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة بالمخيم، بينما تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم من عدة محاور. ونتابع الآن لقطات حية للقصف الإسرائيلي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنين الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين. أهلا بك دكتور وسام. في البداية يعني تعزينا في الشهيد الذي توفى اليوم، وأطلعنا على أعداد الوصول للمستشفى وما الاستعدادات إليك. يعني أولا رحم الله شهدائنا الأبرار. حقيقة نحن نواجه الآن هجوم كبير يعني غير مسبوق خلال الفترة الماضية من قوات الاحتلال، حسب ما يعني نشاهد من أعداد كبيرة من الآليات العسكرية التي تدخل إلى المدينة والجرافات ومن جميع المحاور واستخدام للطائرات. هنالك حتى هذه اللحظة شهيد وإصابة خطيرة وصلت إلى المستشفى، لكن يعني من الواضح أن الهجوم هذا سيكون هجوم كبير من حجم الآليات العسكرية التي دخلت إلى المدينة. حاليا في المستشفى طواقمنا الموجودة المناوبة يعني على أهبة الاستعداد، لكن هذا الهجوم في هذا الوقت من الليل مع الأعداد الكبيرة من القوات الآليات الاحتلال المتواجدة في المدينة حاليا ستؤدي إلى إعاقة وصول باقي الكوادر الطبية إلى المستشفى. أنا يعني من منزلي حاليا الشارع الذي يعني نشاهده دخلت منه أكثر من 25 آلية، منها 5 جرافات عسكرية كبيرة. وكيف حال المصابين دكتور وسام الذين تم نقلهم إلى المستشفى؟ هو إصابة واحدة مصاب بشظايا ناتج عن الانفجار الصاروخي، إصابات شظايا في الرأس وشظايا في الرقبة، ووضعه حاليا تحت الرعاية الطبية بحاجة لتحويل لجراحة أعصاب، والآن جاري التعامل والتنسيق لتحويله إلى المستشفيات الأخرى. وكم سيارة إسعاف تم إرسالها للمخيم، وهل تم إعلان حالة الطوارئ حتى الآن؟ نعم، هنالك حالة طوارئ موجودة، هناك أصوات التكبيرات، أصوات الانفجارات، هذا صوت انفجار هذا حصل الآن. طبعا يعني الوضع حاليا الرؤية غير واضحة بسبب يعني الوضع الميداني غير معروف، هناك أخبار تتحدث عن وجود جثامين تحت الأنقاض، هنالك دوريات لجيش الاحتلال ومراكز وآليات منتشرة بشكل كثيف. يعني نحن الآن نترقب وصول الإصابات، أو يعني الساعات القادمة تخفي لنا الكثير كما يبدو. نعم دكتور وسام، يعني شكرا جزيلا لك دكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، كنت معنا، شكرا لك. مشاهدينا نتابع الآن لقطات حية من القصف الإسرائيلي على مخيم مدينة جنين، حيث تدور الآن اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين في مخيم جنين.
معه. وللمزيد من المتابعة أيضا تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية في فلسطين دانا أبو شمسية. أهلا بك دانا، ماذا لديك من تفاصيل حتى الآن؟ نعم، بدأت التطورات الميدانية وسميح أبو الوفا هو أول شهيد في هذا الاجتياح، اجتياح مخيم جنين، وذلك بعد استهداف طائرات الجو الحربية الإسرائيلية إلى مخيم جنين وعدة منازل هناك. ما زال حتى اللحظة القصف في مخيم جنين يستهدف عدة مواقع في المخيم وفي منطقة مفتوحة في مدينة جنين ككل. هذا الاجتياح الجوي وهنالك يتزامن معه اجتياح بري، حيث قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن ما يزيد على 100 آلية عسكرية تشارك في هذا يعني الاقتحام البري، وقد شوهدت هذه الآليات العسكرية تتجه إلى مخيم جنين. وعن التطورات الميدانية أيضا، بدأ الاشتباك المسلح ما بين المقاومين الفلسطينيين وبين جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم جنين واقتحموا محافظة جنين ككل. نتحدث أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت عن جنين، وذلك بفعل كل هذا الاستهداف وبفعل أيضا القوات الإسرائيلية التي قامت بقطع الكهرباء والإنترنت عن جنين. نتحدث أن هنالك العشرات من الشبان كانوا قد خرجوا إلى الشوارع وبدأوا في إشعال الإطارات تحسبا لأي مواجهات قد تدور نتيجة هذا الاستهداف وهذا الاقتحام. نتحدث أن الشرطة الإسرائيلية أو جنود الاحتلال يقومون بإرسال رسائل نصية على هواتف محمولة للفلسطينيين تصل المواطنين في مخيم جنين قبل قليل، وتطالبهم في البقاء في منازلهم لإتمام هذه العملية العسكرية. وعن التطورات الميدانية أيضا في الشق الآخر في الجانب الإسرائيلي، كان هنالك تعزيز لنشر القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة، هذا يدل على أن إسرائيل متخوفة بأن يكون هنالك رد فعل من قبل حركات المقاومة من غزة، وذلك بعد استهداف موقع أو كما أسمته خلية عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي. في هذه اللحظات يتجدد القصف على المسجد وعلى منازل قريبة من المسجد الذي تم فيه في بداية هذا الاقتحام وهذا الاجتياح القصف الأول هناك. الإعلام العبري يتحدث أن هنالك استهداف لناشطين ومقاومين فلسطينيين وأن هذا هو الهدف الرسمي والأساسي من هذه العملية. الإعلام العبري يتحدث عن أن هنالك لربما ارتفاع في عدد الشهداء قد يصل إلى 4 شهداء حسب الإعلام العبري، ولكن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أكدت استشهاد الشاب سميح أبو الوفا، وهنالك إصابة أيضا وصلت مصابة بشظايا هذه الصواريخ التي سقطت على المنزل هناك. نتحدث أن تم التخطيط للعملية هذه لمدة عام تقريبا في الضفة الغربية، وخضعت لعدة تعديلات وتحديثات وتم تأجيلها عدة مرات. وهنا أقتبس هذا البيان الذي قال أن هدفها هو استعادة الردع الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية مع التركيز على جنين مع إلحاق أضرار واسعة النطاق بالإرهابيين على حد تعبيرهم. وكان قد وصف جيش الاحتلال في بياناته أن هذه العملية يشارك فيها مئات المقاتلين من لواء الكوماندوز ووحدات النخبة الأخرى برفقة عشرات الطائرات والعربات الهندسية ويتجهون جنوب مدينة جنين. نعم دانا، بوصفك يعني بوصفك للحادث والوضع في مخيم جنين الآن، يعني هل ترين أن هناك اتجاه كبير للتصعيد خلال الساعات المقبلة؟ صحيح، وهذا ما كنت أود ويعني أتحدث عنه، هو أن هنالك متابعة من بنيامين نتنياهو شخصيا للعملية العسكرية في جنين، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء هذه العملية والتي حصرها في أنها ستتم من 48 ساعة إلى 72 ساعة، وذلك مساء اليوم عقب يعني عقد جلسة ومشاورات أمنية شارك فيها رؤساء كبار جيش الاحتلال وأعضاء أيضا من هذا الائتلاف الحكومي، الذين رأوا ضرورة شن والقيام بحملة عسكرية وتوسيع العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية. هذا كله يدلل ويؤشر
أن هنالك اتساع في نقطة ونطاق المواجهة مع الفلسطينيين وتحديدا في شمال الضفة الغربية. كما ذكرنا هذا الحدث موافق عليه استخباراتيا منذ أسبوعين، وتم تأجيله تزامنا مع عيد الأضحى، ومع انتهاء هذا العيد بدأت هذه الآليات العسكرية بالتوغل في مخيم جنين وفي هذه المحافظة ككل. أطلق الجيش الإسرائيلي على هذه العملية. إذن دانا تقولين أن هذه العملية مخطط لها منذ وقت لاحق وتم تنفيذها في ذلك الوقت بالتحديد؟ صحيح، يعني البيان العسكري قال أن هذه العملية لربما يتم الحديث عنها لمدة عام تقريبا، لأنه سيكون هنالك عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية وتحديدا في شمالها، ومعقل الإرهابيين على حد تعبيرهم هو مدينة ومحافظة جنين. ولكن العملية العسكرية التي نشاهدها الآن على أرض الواقع تم اتخاذ القرار السياسي العسكري بتنفيذها منذ أسبوعين، ولكن تم تأجيلها لعدة نقاط وأسباب تراها المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. واليوم وبعد انتهاء عيد الأضحى تم تنفيذها على أرض الواقع، والهدف منها هو اعتقال نشطاء ومطلوبين للمنظومة العسكرية الإسرائيلية أو حتى القضاء على خلايا عسكرية تابعة للمقاومة الإسلامية. ولربما حركة الجهاد الإسلامي هي على رأس هذه الأهداف التي وضعتها إسرائيل لتنفيذها والقضاء عليها من خلال هذه العملية العسكرية، التي قال أنها تعمل القوات الأمنية الآن في جهد مكثف لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المدينة وفي مخيم جنين تحديدا. كنت تحدثت أن اسم العملية هذا بيت حدائق، لا أعلم حتى اللحظة ما هي المدلولات التي يحملها، ولكن لربما استهداف بيوت مدنيين في مخيم جنين يدلل على هذه العملية، وبأن الاستهداف سيكون لمواطنين، لمدنيين، لمنازل وحدائق وحتى مساجد المواطنين هناك. فصارت الانذار تدري الان في مخيم جنين بعد هذا الاستهداف الكبير. وحتى اللحظه يعني شاهدنا في مقاطع فيديو نشرت بان ليس فقط اليات عسكريه، الحديث ايضا عن جرافات عسكريه برفقه هذه الاليات العسكريه. هذا يدلل انه لربما سيكون هنالك ايضا استهداف لمنازل مواطنين او مقاومين فلسطينيين لتنفيذ عمليات هدم واسعة بحق يعني منازل مواطنين هناك. عدا عن ذلك يعني حتى قناصة الاحتلال تنتشر على أسطح المباني في محيط مخيم جنين، وهذا يعني أن لربما سيكون هنالك ارتفاع في عدد الشهداء أو الإصابات بين صفوف الفلسطينيين بسبب انتشار القناصة، بسبب انتشار واجتياح بري. نحن نتحدث أن آليات عسكرية اقتحمت هذا المخيم وهذه المحافظة تحديدا، كذلك الحال بدء الاشتباك المسلح بين جنود الاحتلال وبين مقاومين فلسطينيين. كما ذكرنا مئات الجنود حسب صحيفة دعوت أحرنوت كانوا قد شاركوا في هذه العملية البرية التي تزامنت أيضا مع عملية جوية وغارات جوية. لربما منذ لا يقل عن شهر يعني كان هنالك اجتياح أو حتى قصف جوي من قبل طائرات الجو الإسرائيلية، وهذا يعيدنا إلى مشهد في اجتياح جنين منذ عام 2002. قالت وبررت الحكومة الإسرائيلية أن هذا ليس يدلل على أنها ستعود إسرائيل لاستخدام الاغتيالات الجوية، ولكن ما يحدث اليوم على أرض الواقع هو إعادة للسيناريو عام 2002 ومشاهد متكررة من اجتياح جنين تحديدا. نعم دانا، أنت تذكرين أن هناك هجوم بري وأيضا قصف جوي بالطائرات، يعني كيف تصفين حجم ذلك الهجوم؟ يعني كيف ترينه في تلك الساعات؟ نعم، يعني نتحدث أن في هذه اللحظة هنالك قصف لمسجد الشهيد محمود طوالبة في مخيم جنين. يعني نحن نتحدث ليس فقط عن استهداف المنازل والحدائق كما أسمت هذه العملية، ولكن هنالك يعني استهداف للمساجد بيوت الله. ونحن نتحدث أيضا أن الآن في هذه اللحظات أبوات محلية الصنع تستهدف آليات الاحتلال على أطراف مخيم جنين، وأيضا الإطارات المطاطية المشتعلة
لتشتيت استطلاع الطائرات ومنعها من القصف. هذا يعني اتساع رقعة المواجهة ما بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال. ويعني في خبر عاجل أود يعني تنويه إليه الآن، حركة الجهاد الإسلامي في بيان وتصريح صحفي مقتضب قالت أن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان الذي لن يحقق أهدافه وستبقى جنين عنوانا للصمود. هذا يعني أنه لربما في الوقت القريب أو حتى في الساعات القريبة سيكون هنالك رد فلسطيني، وهذا ما انعكس على تخوفات المنظومة العسكرية الإسرائيلية بنشر وتعزيز نشر القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة، وخاصة أن يعني حركة الجهاد الإسلامي تنشط في قطاع غزة، والتي مؤخرا كانت كل الرشقات الصاروخية الصادرة من قطاع غزة هي تترأسها حركة الجهاد الإسلامي. تبقى معنا مراسلتنا دانا أبو شمسية من فلسطين، وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا من الضفة الغربية محمد دراغمة الكاتب والباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد، يعني ما رأيك في ما يدور الآن من قصف إسرائيلي في تلك الساعات على مخيم مدينة جنين؟ العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين ومدينة جنين كانت متوقعة من يوم الكمين المحكم الذي تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين في مخيم جنين، فبالتالي هذه العملية كانت متوقعة. فذلك الأمر يعني مصادر إسرائيلية قالت بأن العملية العسكرية ضد مدينة جنين ومخيمها اتخذت قبل حوالي أسبوعين، وتم تأجيل تنفيذها إلى ما بعد عيد الأضحى. فبالتالي واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد حسب ادعائه بإحباط عمليات جديدة للمقاومة التي باتت مدينة جنين ومخيم جنين بالتحديد يعني مصدر لهذه العمليات. يعني الصورة غير واضحة حتى الآن إن كانت هذه العملية الإسرائيلية ستستمر لساعات أو لأيام، كونه لم يمر عليها أكثر من ساعة ونصف حتى الآن، ولكن يعني اللافت فيها هو بداية كان هناك قصف جوي إسرائيلي لمخيم جنين قبل الاقتحام، وهذا يذكرنا بما كان بالعام 2002 من عملية الصور الواقي ضد المدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. فبالتالي حتى الآن يعني من غير واضح إلى أين ستذهب هذه العملية، هل ستكون عملية لساعات أم لأيام، غير واضح حتى الآن. أستاذ محمد، نحن نتحدث عن شهيد حتى الآن وعدد من الإصابات ربما، برأيك يعني هذه الأحداث المتكررة إلى أي مدى ستتواصل في فلسطين خلال الفترة الحالية؟ باعتقادي هذه يعني العدوان الإسرائيلي الجديد على مخيم جنين ومدينة جنين سيكون هو بمثابة يعني صب مزيد من الزيت على نار المقاومة الفلسطينية. وإذا عدنا يعني إلى الوراء خلال العام الماضي، كل العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية كانت بعد جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالتحديد. فبالتالي يعني العملية التي كانت آخر عملية للمقاومة التي قتل فيها 4 مستوطنين كانت بعد الكمين المحكم الذي تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. فبالتالي باعتقادي هذه العملية ستؤدي إلى توسع نشاط المقاومة في الضفة الغربية بشكل عام، ولا نستبعد يعني دخول قطاع غزة على خط المواجهة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما إذا يعني ارتكب الاحتلال مزيد من الجرائم أو استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين لعدة أيام، لا يستبعد أن تدخل غزة على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
يعني أستاذ محمد، أنت ترى أن هذه العملية ربما ستكون موسعة لأن هناك حديثا عن اجتياح بري وأيضا جوي، والقصف بالطائرات بدأ منذ قليل على مخيم مدينة جنين، إذا أنت ترى أنها عملية موسعة وربما تستمر لأيام قادمة؟ يعني حتى الآن حتى الصحفيين الإسرائيليين الذين يعني فتحوا موجات مباشرة على الفضائيات الإسرائيلية هم نفسهم يتحدثون أن لا معلومات لديهم عن مدة هذه العملية، ويقولون قد تأخذ ساعات وقد تأخذ أيام. بمعنى آخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتحدث عن المدة الزمنية للعملية، وإنما تحدث عن الهدف العام لهذه العملية حسب ادعائه، بأنه يريد إحباط عمليات للمقاومة ستخرج من مخيم جنين ومن مدينة جنين. كذلك الأمر ادعى بأن عملية القصف لمخيم جنين استهدفت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في مدينة جنين، ولكن لم يتحدث عن فترة زمنية لهذه العملية، وبالتالي يمكن القول بأن مدة العملية ستعتمد على المجريات العملياتية على الأرض. بمعنى أنه هل سيتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاومة شديدة خلال اقتحام المخيم جنين؟ هل سيدفع ثمن من جنوده؟ فبالتالي مجموعة من العوامل هي التي ستحكم مدى استمرار هذه العملية، إن كانت لساعات أو لأيام. ولكن بالمجمل الصورة غير واضحة، والاحتلال نفسه لم يتحدث عن فترة زمنية لهذه العملية، بالتالي كل السيناريوهات متوقعة. ولكن باعتقادي الشخصي يعني لن تكون عملية لساعات وفق حجم القوة التي دخلت إلى مخيم جنين، حيث أن التقديرات من شهود عيان ومن مصادر فلسطينية تقول بأن حوالي 150 مركبة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى مخيم ومدينة جنين. وكذلك الأمر أيضا، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يوزع بيانات ومنشورات لسكان مدينة جنين بأن الجيش دخل للتعامل مع المقاومين ومع المسلحين وليس مع المدنيين، وبالتالي الزموا بيوتكم لكي لا تتعرضوا إلى خطر. وهذا يشير إلى أن العملية يعني ربما ستأخذ بعض الوقت، ولكن من الصعب تحديده حاليا. نعم أستاذ محمد دراغمة، الكاتب والباحث السياسي والخبير الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ونعيد على حضراتكم آخر التطورات، حيث أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية باستشهاد فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وقصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ على الأقل منزل وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه واستشهاد الشاب سميح أبو الوفا وإصابة آخر بجروح حرجة. وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور. وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء الأباتشي أو طائرات الاستطلاع. وبالعودة إلى مراسلة القاهرة الإخبارية في فلسطين دانا أبو شمسية، دانا يعني كيف الوضع في الشارع الفلسطيني الآن وماذا يدور في الأذهان؟ نعم، بداية نتحدث أن هنالك مسيرة في بيت لحم وتحديدا في مخيم بوزهيشة خرجت يعني بطريقة عفوية نصرة لجنين، وكذلك الحال في مخيم عقبة جبر في أريحة الذي أعلن النفير العام نصرة لجنين. هذا يعني ويدلل
على أن هنالك لربما سيكون اتساع رقعة المواجهات وليس اقتصارها فقط على مقيم جنين وعلى محافظة جنين، ما أن يعني بث خبر استشهاد شاب في مقيم جنين وهو سميح أبو الوفا، حتى بدأت محافظات الضفة الغربية بالخروج نصرة لجنين ومقيمها. نتحدث أيضا في القدس وتحديدا في شمال شرق القدس، تحديدا في مخيم شعفاط، قوات الاحتلال أيضا بأعداد كبيرة تقتحم المخيم في هذه اللحظات، ولم يعرف حتى اللحظة ما سبب هذا الاقتحام، ربما من تخوفات عسكرية بأن يكون هنالك أيضا نشاط آخر، أو ربما هنالك نشاط آخر تجهز له الحكومة الإسرائيلية متمثلة بجنودها هناك. وأود أن أنوه بهذا الخبر أيضا الذي نقلته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قولها بأن هنالك طائرات تابعة للقوات الجوية تدعى في 130 تحلق فوق جنين وتوفر غطاء جوي، لذلك عشرات من الشبان قاموا بيعني إشعال الإطارات المطاطية لتشتيت رؤية هذه الطائرات. كذلك الحال في بيانات يعني صادرة من الجانب الإسرائيلي، نتحدث أن هذه العملية هي عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وللشباك الإسرائيلية، والذي تم من خلالها مهاجمة مقر في مخيم جنين للاجئين على حد تعبير هذا البيان، والذي حسب تعبيرها استخدم هذا المقر كنقطة مراقبة ومكان لتجمع المسلحين الفلسطينيين قبل وبعد أي نشاط إرهابي على حد تعبيرها، وكذلك استخدم هذا المقر كمنطقة تسليح بالأسلحة والمتفجرات ومركز اتصال للنشطاء، وكان هذا المقر على حد تعبيرها بمثابة ملجأ لنشطاء مطلوبين على صلة بهجمات الأشهر الأخيرة التي حدثت على أهداف إسرائيلية. وأيضا تناول هذا البيان بيان حركة الجهاد الإسلامي، الذي قلنا أنه في ردها الأول حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا العدوان، وكذلك الحال تحدثت أن الغارات الجوية ما زالت مستمرة على عدة أهداف ومواقع، وصلت إلى 3 مواقع حتى اللحظة، والحديث أيضا عن سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين هناك. نتحدث أيضا عن آخر هذه التصريحات، وهي تصريح إذاعة الجيش الإسرائيلي وقولها ونقلها عن مسؤول أمني في الجيش الإسرائيلي، قال أن استمرار العملية العسكرية في جنين يعتمد على قدرتنا على تحقيق الأهداف التي وضعت للعملية خلال الساعات القليلة القادمة. هذا يعني أنه لا وقت محدد، كنا قد تحدثنا أن بنيامين نتنياهو منذ مطلع هذا الأسبوع أو حتى منذ أسبوعين كان قد لوح إلى هذه العملية العسكرية، والتي قال أنه لربما سيكون هناك عملية عسكرية موسعة تصل مداها إلى 48 ساعة، إلا أن هذا المصدر الأمني الإسرائيلي قال أن الأمر مرهون إذا ما حققت إسرائيل أهدافها في اجتياحها البري والجوي لاعتقال مطلوبين أو القضاء على إرهابيين مطلوبين فلسطينيين، وهذا ما ستحدده الساعات القادمة. نعم دانا، يعني أنت تتحدثين في أجواء الشارع الفلسطيني، هل كان معلوم بشكل مسبق أن هذا الحادث أو ذلك القصف متوقعا أو معلوما، خاصة أنت تتحدثين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بيوزع منشورات على تحذيرية للفلسطينيين بالالتزام في المنازل، وهناك أيضا بيان من حركة الجهاد الإسلامي بتحمل الحكومة الإسرائيلية كل تلك الأحداث؟ نعم، يعني منذ ما يقارب أسبوعين وحتى وأكثر، ونحن يعني على هبة الاستعداد لهذه العملية العسكرية. نعم دانا، ابقي معنا، سينضم إلينا الآن من جنين الدكتور محمود السعدي مدير الإسعاف والهلال الأحمر. أهلا بك دكتور محمود، يعني ما تطورات الأوضاع الطبية والإسعافية جراء ذلك الحادث؟ يسعد مساك صباح المستمعين جميعا. طبعا من حوالي تقريبا قرابة الساعة هناك اجتياح شرس لكل مناطق محافظة جنين من كل الاتجاهات. حاليا هناك قصف كان من الجو، وكذلك هناك اطلاق نار من كل الاتجاهات، وجود قناصة على أسطح المنازل بشكل مكثف، آليات عسكرية ضخمة جدا دخلت إلى منطقة
جنين ومخيم جنين، طبعا من عدة محاور من المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية وكذلك من المنطقة الشمالية. هناك ضبابية في المعلومات حاليا بسبب هناك قصف عنيف كان في السابق، والاشتباكات تدور وبعض الطرق مغلقة تماما بسبب تواجد الآليات وبسبب حصول هدم في بعض الكوسات التي تعتري الطرق، مما يعيق عملنا والوصول إلى الشهداء والوصول إلى الجرحى. حاليا نحن في حالة تأهب قصوى وفي طواقم الإسعاف للعمل على انتشال الجرحى وانتشال التثامين الشهداء. لا زالت الصورة غير واضحة بالنسبة لنا، ولكن هناك أصوات انفجارات عديدة تسمع من المكان. نتحرك بحذر شديد لأن هناك خطورة عالية جدا على الطواقم بسبب القصف وبسبب الاشتباكات العنيفة التي تدور. دكتور محمود، هل ورد إليكم أعداد من المصابين أو من الشهداء حتى الآن؟ وكيف تتعامل الإسعاف في تلك الأحداث؟ ما هي الاستعدادات لمواجهة ذلك القصف؟ الاستعدادات، نحن قمنا بتعزيز الطواقم العاملة في الميدان من أجل الوقوف على أكمل وجه وتقديم الخدمة للمواطنين وكذلك للجرحى. ونحن عملنا على توزيع الطواقم على عدة أماكن التي يوجد فيها اشتباكات عنيفة ويوجد فيها اقتحامات، وكذلك هناك ممكن استعانة في بعض المحافظات المجاورة في طواقم طبية من أجل تغطية هذا الحدث أو هذه المأساة التي حلت على المدينة. وهل هناك مزيد من الإصابات حتى الآن وردت إليكم؟ عدة اتصالات تأتي إلى غرفة العمليات المركزية الموجودة في رام الله على أساس أن هناك في إصابات ما زالت داخل المخيم، وهناك نداءات استغاثة للوصول إلى تلك الإصابات، ونحن نعمل جاهدين على الوصول، ولكن ضراوة الاشتباكات والتي تحد من تحرك السيارات بشكل مريح أو بشكل يسمح لها في المرور بحرية تامة. نعم، يعني دكتور محمود، حجم الاستغاثات حتى الآن هل هو كبير؟ هل هناك إصابات كثيرة؟ يعني نريد أن نعرف أكثر عن حجم القصف وعدد الإصابات. كما ذكرت عدد الإصابات ليس واضح، بعض الإصابات تم نقلها في السيارات المدنية أو من قبل المواطنين، لأنه هناك قرب من المستشفى الحكومي للمتاخم جدا للمخيم، ممكن أن عن طريق المواطنين تم نقله. ولصعوبة وصول السيارات، ويقال أن هناك 3 شهداء ولكن الإحصائية ليست متأكدة ومرشحة للزيادة، وهناك 4 إصابات بعضهم حرجة. لا زالت الأمور غير واضحة بالنسبة لنا، ولكن نعمل جاهدين على نقل وانتشار الإصابات ونقلها إلى المستشفى بطرق آمنة وسليمة إن شاء الله. نعم، دكتور محمود السعدي مدير الإسعاف والهلال الأحمر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا، شكرا لك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، ونعيد على حضراتكم آخر التطورات، حيث أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية باستشهاد فلسطيني جراء قصف القوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وقصفت طائرات الاحتلال ب3 صواريخ على الأقل منزل وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه واستشهاد الشاب سميح أبو الوفا وإصابة آخر بجروح حرجة. وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء الأباتشي أو طائرات الاستطلاع.
وبالعودة إلى الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس. دانا، نحن نتحدث عن شهيد حتى الآن وأربع إصابات بينهم إصابات حرجة، وأنت قد ذكرت أن هناك مسيرات بدأت في تلك الساعات في مناطق مختلفة، في مخيمات مختلفة مثل مخيم شعفاط وغيره، ماذا الوضع الآن؟ صحيح، يعني أضف إلى ذلك مدينة رام الله وتحديدا عند دوار المنارة هنالك مسيرة شبابية أيضا في هذه اللحظات تجوب الشوارع نصرة وإسنادا لجنين واستنكارا لكل هذه الاجتياحات والاغتيالات التي تنظم هناك. نتحدث عن رام الله، نتحدث عن مخيم دهيشة في بيت لحم ومخيم عقبة جبر في أريحة، أي أن محافظات الوطن بدأت تشتعل إسنادا ونصرة إلى جنين. كذلك الحال في مخيم مشعطات شمال شرق القدس المحتلة، واقتحام مكثف من قبل وتعزيزات شرطية وجنود الاحتلال يقتحمون مخيم شعطات في هذه اللحظة. ويعني حسب الإعلام العبري ووفق هذه المقاطع الفيديو التي ينشرها، هنالك واضح وصول ونقل عدد من الإصابات في استهداف غارة جديدة لمنازل المواطنين في مخيم جنين تحديدا، وتقول أن القصف سيكون مستمر حتى تحقق أهدافها، ربما يستمر للساعات القادمة. هذا يعني ويرجح بأن يكون هنالك أعداد متزايدة في صفوف المواطنين الفلسطينيين سواء من شهداء أو حتى من جرحى، كما أشاهد في هذا الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام عبرية. يتم نقل الآن شبان فلسطينيين كانوا قد انتشلوهم من منازل تعرضت للقصف هناك. كنا قد ذكرنا أن هناك تقديرات عسكرية إسرائيلية تقول أنه أكثر من 20 غارة إسرائيلية نفذت خلال الساعة الأخيرة، وهذه العملية ستطول مهما تطلب الأمر. وهذا تصريح من مسؤول سياسي إسرائيلي كان قبل قليل للقناة 13 الإسرائيلية، وقال أن العملية العسكرية ستتركز هذه الليلة وهذه المرة في مخيم جنين. كانت التلويحات الأولية تقول ومنذ مطلع هذا الأسبوع أو حتى أسبوعين بأن سيكون هناك عملية عسكرية موسعة شمال الضفة الغربية، ودون تحديد المكان. اليوم بعد هذا الاجتياح الجوي والبري تم تحديد هذا الاستهداف بأنه سيكون لمخيم جنين وتحديدا كتيبة جنين ومجموعة مواقع وخلايا عسكرية على حد تعبيرها تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي التي كما ذكرنا كان لها بيان. كذلك الحال حركة حماس قبل قليل أصدرت بيان وتصريح صحفي أيضا مختضب، والتي قالت فيها أن العدوان الموسع على جنين لن يحقق أهداف الاحتلال وسيفشل العدو الصهيوني، وحكومة العدو وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسؤولية عما يجري من عدوان ضد جنين. هذا يعني أيضا أن حركة حماس تدين كل هذه الأفعال بجانب حركة الجهاد الإسلامي التي أدانت بل وحملت الاحتلال مسؤولية ما يجري الآن في مدينة جنين من عملية اغتيال واجتياح. حتى اللحظة تسمع أصوات القصف المتتالية على عدة مواقع وتحديدا في مخيم جنين. كذلك الحال قناصة الاحتلال يعتلون وينتشرون على أسطح مباني المواطنين هناك الذين اقتحموا هذه المباني وهذه العمارات السكنية. كذلك الحال في الدفعة الأولى كانت هناك ما يزيد على 100 آلية عسكرية، والآن وصلت تعزيزات وقوات احتياط تشارك في هذه العملية البرية في اقتحام جنين ومخيمها. نعم دانا، هناك كما ذكرت عمليات على بعض المنازل وهناك إصابات، أين يتم نقل هؤلاء؟ يعني نحن نتحدث عن مستشفى جنين وأيضا مركز الإسعاف والهلال الأحمر، يعني كيف تتم الإجراءات الإسعافية على الأرض خلال تلك الساعات؟ يعني في هذه اللحظة كما ذكرت هنالك جانب من انتشال عدد الجرحى من داخل أحد المواقع المستهدفة داخل مخيم جنين، والتي ذكرنا بأن هناك أكثر من 20 غارة وهذه الغارات يعني مستمرة حتى اللحظة. هناك مستشفى جنين الحكومي وهناك مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، وكذلك الحال لصعوبة وصول سيارات ومركبات الإسعاف يتم لربما تلقي العلاج ميداني من قبل مسعفين في الموقع وفي الميدان، ويتم نقل الجرحى أيضا في مركبات الفلسطينيين
الخاصة إلى أقرب عيادات تخصصية أو حتى إلى أي مكان يستطيعون من خلاله تقديم الإسعافات الأولية لهم بسبب وجود أعداد كبيرة من جنود الاحتلال عند مداخل مدينة جنين وعند مخيمها، والتي يعني يزيد الأمر سوءا هو انقطاع التيار الكهربائي عن جنين. هذا يعني أنه لربما في حال استمرت هذه العملية العسكرية وارتفع أعداد الجرحى، هذا يعني دخول المشافي الفلسطينية في حالة يعني وضع متأزم إنساني أكثر بسبب سياسة يعني انقطاع التيار الكهربائي أو ضرب البنى التحتية في مخيم جنين وفي مدينة جنين، وسياسة أيضا منع وصول سيارات الإسعاف. كنت أود أقول أن في آخر يعني ما صدر عن البيانات الإسرائيلية والحديث عن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا معاريف الإسرائيلية، قالت أن عدد الجنود الذين اقتحموا مخيم جنين الأكبر منذ عملية الثور الواقي التي تمت في عام 2002، أي في عملية اجتياح جنين، وهذا ما يقربنا ويعيدنا في صورة مشابهة لما حدث في المخيم في عام 2002، ولربما يزيد الأمر سوءا بسبب هذه التصريحات المتوالية التي تأتي بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن العملية ستستمر ليوم أو يومين، وهذا في آخر تحديث لبيانات جيش الاحتلال، قال أنها لربما تستمر ساعات قليلة الآن مع استمرار الاشتباكات المسلحة، مع استمرار هذه الغارات الجوية. معريف تنقل تقديرات الجيش الإسرائيلي الذي قال أن العملية ستستمر ليوم أو يومين، وأن إسرائيل تستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وهذا ترجم على أرض الواقع بنشر القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة. تحدث أن في الوضع الميداني أيضا الجرافات العسكرية التي كانت في رشقة الآليات العسكرية التي اقتحمت جنين ومخيمها تبدأ في هذه اللحظة بهدم أسوار منازل فلسطينيين في مخيم جنين. نعم دانا، يعني هذه المنازل التي يتم هدمها، هل هي مقصودة أم هو قصف عشوائي أم ماذا؟ يعني نحن نتحدث وأن التقريرات العسكرية يعني هي كل هذه العمليات طلع المدنيين طلع الفلسطينيين، كما ذكرت كان هناك استهداف لمسجد لمواطن لمنازل مواطنين آمنين في هذه اللحظات وفي هذه الساعات المتأخرة من الليل، ولكن التبريرات التي تستخدمها إسرائيل وبياناتها تقول بأن هذا المكان أو هذه أسوار المنازل هي لمعاقل إرهابيين أو حتى منازل إرهابيين مطلوبين للمنظومة الأمنية العسكرية الذين كانوا قد شاركوا في عمليات إرهابية نفذت مؤخرا على عدة مواقع إسرائيلية أو كان لهم علاقة في تمويل هذه الجماعات الإرهابية، أو أن هذه المنازل كانت تستخدم لاجتماع هؤلاء المقاومين الفلسطينيين. نعم دانا أبو شمسية، كنت معنا من القدس مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وسنتابع معك المزيد من التفاصيل حول هذا القصف الإسرائيلي على مخيم مدينة جنين.
مشاهدينا، انتهت تغطيتنا حول القصف الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني حتى الآن. شكرا لكم على طيب المتابعة. كنت أنا معكم منى صالح، هنا القاهرة عاصمة الخبر.